وعندما جاء أنور السادات على طريق جمال عبد الناصر كما قال بنفسه، فإنه ظل يواصل العمل داخل تلك الشرعية المؤقتة المرهونة بمهمة محددة هي إزالة آثار العدوان. وقد تحمل أنور السادات مسؤوليته في ظروف بالغة الصعوبة والحرج، وكانت شرعية يوليو ما بقي من أصلها أو ما أضيف إليها مؤقتاً قاعدته ظهر يوم 6 أكتوبر 73 حين أصدر قرار الحرب، وعندما تحقق ذلك العبور للجسور وتمكنت الجيوش العربية لمصر وسوريا يدعمها تحالف عربي ودولي واسع من إحراز ذلك النجاح المشهود بعد ظهر يوم 6 أكتوبر، فإن شرعية يوليو ما بقي منها من الأصل وما أضيف إليه أدت مهمتها بشهادة ما رآه وزير الخارجية الولايات المتحدة هنري كيسنجر وسجله على لسانه في محاضر محادثاته السرية مع قادة إسرائيل، وهذه المحاضر منشورة بنصوصها ضمن وثائق زمنها، وفيها قوله لقادة إسرائيل وبينهم جولدا مائير وموشي ديان ويجال ألون أن العرب أحرزوا نصراً استراتيجياً يعطيهم حق أن يطلبوا وأن يحصلوا على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من كل الأرض العربية المحتلة بعد 4 يونيو 67.